امبارح في اليوم الثالث والأخير من مؤتمر حكاية وطن تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الخارجية. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا الفيلم ونرجع مرة تانية على طول. في الوقت اللي مصر كانت بتشهد فيه مجموعة من التحديات الداخلية وفي مقدمتها الخطر الإرهابي وانفلات الوضع الأمني، كانت الساحة الخارجية أيضا مليئة بالكثير من التحديات والتهديدات غير المسبوقة، وده في ظل موجة الاضطرابات السياسية والأمنية اللي شهدتها العديد من دول الشرق الأوسط واللي كانت بالطبع بتمثل تهديد للدولة المصرية والأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. علشان كده القيادة السياسية الرشيدة كانت حريصة وهي بتتحرك لإصلاح الوضع في الداخل وإرساء معادلة أمنية مستقرة، إنها تخطو سياسة خارجية فعالة تضمن ليها حماية أمنها القومي وإحياء علاقتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وتوسيع دائرة تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي. ومنذ عام 2014 بدأت مصر تعزز علاقتها في دوائرها التقليدية بمزيد من التحركات الإيجابية، فهنلاقي إن الدائرة العربية على سبيل المثال كانت بتحتل مركز الصدارة في زيارات القيادة السياسية الخارجية، واللي بلغت خلال 9 سنين 41 زيارة. سعت مصر من خلالها إلى إعادة تنشيط العمل العربي المشترك بأبعاده المختلفة بالشكل اللي يضمن تحقيق مصالح دول المنطقة من جانب وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية من جانب آخر. ده طبعا بجانب دور مصر الفعال في إنهاء العديد من الأزمات والصراعات اللي شهدتها دول المنطقة، انطلاقا من ثوابتها اللي بتستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام والازدهار لدول المنطقة. ده غير إن مصر فتحت بابها لأكثر من 9 مليون ضيف من جنسيات مختلفة عايشين وسطنا، وفي كل أزمة كانت مصر بتحرك أساطيلها بالدعم المادي والمعنوي لشعوب الدول العربية. أما بالنسبة لتحركات مصر الخارجية في نطاق الدائرة الأفريقية فنقدر نوصفها بأنها كانت واحدة من التحولات الكبرى اللي أحدثتها السياسة الخارجية المصرية خلال 9 سنين اللي فاتوا، وده لأن الدبلوماسية المصرية النشطة والفعالة بعد 2014 نجحت في استعادة الدور الريادي لمصر في القارة السمراء، واللي كان أبرز مظاهره تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019 وقيام القيادة السياسية ب30 زيارة للدول الأفريقية. كمان حرصت مصر على إنها تكون صوت أفريقيا في الفعاليات الدولية زي مؤتمر المناخ COP27 اللي استضافته عام 2022 ومؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا وقمة السبع في باريس وغيرها من المشاركات الفعالة مع بقية دول القارة وخصوصا المتعلقة بمواجهة التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة. ومصر كانت حريصة على تنويع علاقتها وشراكتها الخارجية الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة مع القوى الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، بجانب اهتمامها بتعزيز تحركتها على صعيد القارة الأسيوية، وده انعكس من خلال العديد من الزيارات اللي قامت بها القيادة السياسية لدول القارة واللي بلغت نحو 19 زيارة منذ توليه الحكم، وانضمام مصر لمبادرة حزام واحد طريق واحد، وكمان انضمامها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وفي إطار سعيها لتعزيز ثقلها السياسي والاستراتيجي في علاقتها الخارجية، عملت مصر على بناء تحالفات إقليمية وإعادة تشكيل أخرى قديمة زي منتدى غاز شرق المتوسط اللي عزز من وضع مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية، وتحالف الشام الجديد اللي بيعد نواة لتعاون وتكامل عربي مشترك في كافة المجالات، والمنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة واللي بيعتبر آلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين دول المنطقة لمواجهة أي تهديدات أمنية وفي مقدمتها الخطر الإرهابي. وكان لإدراك القيادة السياسية للأبعاد الجديدة للأمن غير التقليدي دور مهم في إبراز هذه القضايا على أولوية أجندة السياسة الخارجية المصرية وخصوصاً قضايا الأمن الغذائي والحقوق المائية، ده غير قضية الإرهاب اللي بيمتد تأثيرها السلبي للأمن العالمي والإقليمي. علشان كده مصر طرحت مقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب وأكدت عليها القيادة السياسية أكثر من مرة في خطاباتها بالمنتديات الدولية. وبعد 9 سنين من جهودنا في ملف السياسة الخارجية المصرية اتأكد للجميع إن مصر نجحت من خلال سياستها الخارجية الواعية ووضوح رؤية قيادتها وثقتها في قدرات شعبها في إنها تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، ويكون تعزيز علاقة مصر بأشقائها وجيرانها صفحة رئيسية من صفحات حكاية وطن.
يمكن كانت أهم الحكايات اللي حكيت في مؤتمر حكاية وطن هو حكاية التحديات الداخلية اللي كانت بتواجه مصر من 2014 وحتى 2016 تحديدا. لكن رغم وجود هذه التحديات الداخلية ومواجهة الإرهاب تحديدا، لأن احنا عارفين أن الفترة دي كانت ذروة الأحداث الإرهابية في مصر، لكن استطاعت مصر تسيطر على الوضع الأمني الداخلي وتواجه الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. وفي ظل ده أيضا ملف السياسة الخارجية لم يكن منسي، ويمكن شفنا لأول مرة الدبلوماسية الرئاسية يا جمانة في جولات السيد الرئيس لإعادة وضع مصر ومكانتها وسط الدول العالمية مرة أخرى. صحيح، لو بصينا ورجعنا كده زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا الفيلم التسجيلي من 9 سنين، الحقيقة المشهد كان ضبابي. احنا لو بصينا كده الصوره كانت عامله ازاي، كنا هنلاقي مصر كانت بمعزل عن القاره الافريقيه، وكان بالفعل في ثورات ما كانت تسمى بالربيع العربي وقتها في دول عربيه، فكان بالفعل في مشهد غريب جدا ان كانت في المحيط الافريقي او حتى المحيط العربي. لو بصينا دلوقتي، مصر الان قدرت انها تنتهك سياسه خارجيه تتسم بالاعتدال وعدم الانحياز، الحزم أيضا إن لزم الأمر. صحيح، بالإضافة طبعا للعمل العربي لمواجهة كل التحديات.